انه مش بس النسوان بيجوا. ميد 40 يعني بالاربعينيات، عم يقارب على الخمسين، حس انه بده يعمل شيء، بس كمان منه مستعد يعمل عمليه جراحيه. اوكي. يعني هو ما متقبل انه يعمل عمليه جراحيه، حقن بلينج للمناطق اللي تحت عيونه مثلا، حوالى انفه، بالوجن تاعه مثلا، انه حسن كثير بالنسبه له. و اكيد يعني صار وجهك اجل العمليه الجراحيه لمده 5 سنين مثلا، بس كمان بدها مينتنس، هيدي بده يجي مثلا كل 9 اشهر سنه يعبيها. هلا في شد وجهه ويعمل عمليه جراحيه، بس اولا الرجال صعب عليهم يفوتوا بهالمرحله على السنة. وثاني شيء انه حل وسطي بالنسبه له، وعطاه الافكت اللي بده اياه، سواي نوت يعني. بنلاحظ يمكن الرجال كمان هالفترة مثل ما ذكرت عم يعني بطلت في بس حقر على النساء يعني. مزبوط، كانت بالنسبة للرجال أكثر شيء زراعة الشعر، يعني هذا إنه طبيعي بالنسبة لهم. غير شيء كانت شوي تابو كمان للرجال. غير شيء تابو إنه ما تقول لحدا كذا. هلا عم يتقبلوها بكثير كعملية جراحية، أوف كورس البوتوكس والفيلينج ما مشان يرجعوا شباب لما يكبروا، يعني لما يبين صار العمر عليهم، يعني مثلا بنبلش على بكير، حتى انا نفسي مثلا بعمل بوتوكس، ليش لا؟ اوكي. بس انه مش ما في رجال يجيني يكبروا شفافهم او يكبروا خدودهم، نو، ليضلهم تو ديلي ايج فاكتور، يعني ناجل العمر قد ما فيه. بس محاربة شيخ. ايوه تقريبا. من بعد في صورة عادي نفس الشيء، بوتوكس عاملين له كمان فيلينج تحت عيون حوالى الانف، يعني هيدي بفتره اسبوعين تتحول من الشمال لليمين. اسبوعين مثلا يعني كيف، من بعد ما ينزل شويه ورم وياخذ اسس بوتوكس، لانه بده 5 ايام ل7 ايام ليبلش مفعوله ياخذ، لانه بيرخي العضل. والماكسيموم اسس بعد اسبوعين. بنشوف الفرق بين الشمال واليمين، انه بدون عمليه جراحيه، بنت صغيره كمان، مش ما نقول انه بس اللي بيتقدموا بالعمر بدهم عمليات او بدهم حقن او بدهم بوتوكس. كان الشكوى عنده انه شكل حزين، شكل مرهق. جو شو ما بعمل بيقولوا لي ليه زعلانه، ليه ما نايمه بالليل، ليه تعبانه، ليه. بهال نون انفيزف بروسيجر، نحن اليوم عم نحكي عمليات غير جراحيه. نعم. عمليات يعني تكميل. هلا الوسط على الشفاف. هيدي كمان فيلينج بالشفاف بنعمل على اليمين بيفور وعلى الشمال افتر. بطريقه طبيعيه ناتشرال، ما بنحب يعني كشخص، كل دكتور عنده كمان طريقته، بنفضل يكون الشكل طبيعي مش الكثير اوفر دان يعني. بالنسبه لي كفراس حمدان يعني. طيب هلا هون اذا بنبلش نحكي عن الشفاف شوي، في كثير مواد يعني مختلفه، في عنا البوتوكس، في عنا المي والملح، في عنا، خبرنا شوي عنه. بنرجع بنصحح، ما عنا البوتوكس للشفاف، شو مثل النفخ، بنرجع يعني هذه كثير مهمه اللي تكون. المي والملح بتحطيها بعد ساعه بروح مفعول. بعد ساعه واحده بس؟ ايه مي وملح، يعني مي وملح بتشربها دغري. في ناس بيكونوا خايفين كيف يكون شكلهم، بتحط مي وملح، بتقول لي الدكتور مثلا حط له مي، هي ما بنستعملها يعني عادة الا اذا كان واحد بده تجريب، يعني طلع عنده شو ونحط لها مي وملح، بعد الشو بيكون خلص يعني مثلا. هل قد قصيرة فولة؟ مي وملح، ايه انت مي وملح ماشي يعني، الا اذا عم تحكي على مي وملح لتكبير الصدر، بيكون في غشاء بلاستيك حواليه بينتفخ مي وملح وبدله. لما بشحق المي ساعة 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 ونص ماكسيموم يعني. ايه الشفاف في عنا عدة مواد، فينا نستعمل من الجسم فات، دهون من الجسم، بس الشفاف ما عادة ما بنستعملها لانه ورمها كثير بياخذ وقت، بدها اسبوع لينزل الورم منها، وبدك تسحبي من محل وتحطي بمحل ثاني. عنا الهايليورونيك اسيد او الاسيد الهايليورونيك اللي هو سيف اكثر شيء، امن اكثر شيء، انما مشكلته شوي اغلى من غيره وبيانه اقل من غيره. نعم. في كان حقن سيليكون بزمان، انما هلا منعته الاف دي اي بامريكا لانه عم بيعمل مشاكل، عم بيكتل وعم بيعمل مايجريشن، عم بيروح من محل لمحل. في مواد بولي اكريلامايد ومواد ثابته نزلت وكثير العالم انبسطت فيها، انه بدل ما كل 4 اشهر او سنه نيجي نحقن شفافنا تكون ثابته، من بعد ما حقن كثير منها
الاف شايف انه في 10% شانس تكبتل او تعمل انفكشن بعد 5 سنين و 6 سنين. كمان هذه عم نحاول نتفاداها. يعني هول الحالات اللي بنسمع عنهم انه مثلا الحقن بالشفايف صار عمالي وحده او صار في ورم او هاي المشاكل اللي بتصير يعني بتكون سببها شو؟ عادة ماده ثابته لانه الشفه كثير ديناميكي، الحكي، الاكل، البوس، النفخ كله بالشفاف، يعني العضل كل ما يتحرك العضل اذا بتحطي فيه مثل عم بيحاول يجمعه بميلي او بميلي الثاني، اذا كانت ماده ثابته عم تعمل مشاكل بعدين لانه عم بتكتل مثل ما بتقولي او راحت على انتشار الميلي. نحن انا كشخصيا بنحاول نتفاداهم وعندنا بالاكاديميه بنحاول نتفاداهم لانه عم صححها كثير. هلا ممكن تعملي 100 حاله وخمسه يكبتلوا. انا كدكتور ما برضى هالشيء لانه هالخمسه حيحقوكي بدل حياة. اكيد. دكتور شفتي بعدها لو اعلاني او عرفت كيف؟ فبنحاول نتفاداها مع انه 95 مبسوطين. هالحاله بحال ثالثه بصير بدها عمليه جراحيه تكتيكية ويعني كيف يكون واحد جمع حاله بعدين فات بعمليه ترميم. يعني احنا عم نحكي تجميل، ما في اختصاصنا ترميم وتجميل. نعم. نحن بدنا تجميل ما بدنا تجميل وبعدين نرمم من ورا منه، يعني ما عم نحاول نطلع بزنس من ورانا. الحل الايديال يعني المثال انه يكون الماده رخيصه وبتبين على طول، انما طلعت عم تعمل مشاكل. سو نحن نحاول نستعمل في شيء امبلانت، بينحط سيليكون امبلانت، بينحط عمليه جراحيه بسيطه بنج موضعي شوي غالي انما دائمه. دائمه قد ايه يعني؟ خلص على طول طالما انت كبير الثدي مثلا والصدر، بس طالما موجوده صدر كبير طالما موجوده شفه كويس. لذتها كمان انه اذا ما بدنا اياها عمليه بسيطه بتسحبيها وما بتقدر تتأسس من بعدها، ما بتتأهل مثلا مثل ما كنت قبل. نو أوكي. ما بتتأهل. انما كمان يعني الشفه اللي عمرها 20 وقت يسوى عمرها 40، يعني اذا الوحده حطتها 10 سنين وشالتها حتكون ارق مما وقت اللي حطتها قبل. يعني بفعل الشيخوخه يعني بتفعل العمر يعني. اها ما بنقول شيخوخه على ال 40 يعني. طبعا بنحييك دكتور، كيف حالك؟ كيف اخبارك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله وضعتك منيحه ماشي الحال. عم نشم الروائح الطيبه. يعني شفت لتعرف انه الاكل لذيذ عندنا، لذيذ كثير. بدي اسالك دكتور، هلا دائما دكاتره التجميل هني اذا مثلا وجههم بده تجميل بيقدروا يسووا لنفسهم؟ شو بيسوي له؟ عادة بدهم يلاقوا حدا يسوي لهم. هلا في قصص بسيطة 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 مثل مثلا بوتوكس. ايه ممكن دكتور يعمل لنفسه، وانا واحد من الدكاترة اللي بيعملوا لنفسهم ممكن بوتوكس على المراية يعني. على المراية ايه. مثلا انما غير شيء اكيد يفضل لا. والله بعرف دكتور حاول يعمل شف الدهون لنفسه انما طلع ايده يمين اخذ من اليمين اكثر من الشمال بقى ما وقفت معه. لا طبعا يعني هيدي شيء خطر، يعني شيء خطر اكيد. وبعدين دكتور سمعت اليوم كنت بدك تعمل لي هيك شويه بوتوكس الي يعني كان هيك انا اكيد بس وناطرينك نحن اكيد نعمل لك اياها تحت الهواء اكيد. وبكره بيقولوا الشيخ وديع مشبشب بيعرفوا ليش. لا نحن هيك على الطبيعه، حتى انا عرفت كيف لما بدي اطلع على الهواء حتى مكياج ما بعمل يعني هيك. ما شاء الله وجهك والله العظيم والله العظيم حتى مكياج هيك على الطبيعه. وهو هيك مثل الطبيعه يعني بالموضوع عرفت يعني لحد المكياج ليش لحتى انزع وجهي انا بال ايه. دكتور نحن بالفعل كسبنا اليوم من كلماتك الحلوه ومن كمان هال التجميل يعني اللي عم تحضره. الله يخليك. يعني طيب وديع بنروح نحضر الطبخه؟ بس رح تحضريها الله معك، روح حضريها. يا ريت حضريها ونحن على اي سيناريو ياخذ افضل بس انا ايه. لا شاطره شاطره صايره. اوكي دكتور بدي اشكر حضورك كثير الكون ومتشكر الانفينيتي انه استقبلونا كمان، ومن نحيي كل المشاهدين. واذا عندهم اي سؤال كمان هم حابين يجاوبوا. اكيد اذا عندهم اسئله دائما بيبعثوا لنا اياهم على الايميل ونحن بركي بنبعث لك اياهم. ومشاهدينا اكيد نحن بنشوفكم بكره بحلقه جديده من احلى صباح، ولا بنشوفكم مع الشيخ وديع.
فوق هذه ما كانت تعمل هذا. هل راح تعمل